افتتاح مراكز التسجيل والحصول على بطاقات المشجعين فان ايدي لحضور مباريات كأس العالم 2018 أقيم في الوقت نفسه في 5 مدن روسية، هي العاصمة موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي وكازان وكالينينغراد. بطاقة المشجع هي خارطة الطريق للجماهير الكروية التي ستزور روسيا وللجماهير الروسية التي ستتابع مباريات المونديال. نظام جديد نجحت روسيا في فرضه لضمان أمن المونديال من خلال حصر عدد الجماهير القادمة ورصد تحركاتها. في 5 ديسمبر كانون الأول الجاري انطلقت المرحلة الأولى من الفترة الثانية لبيع تذاكر المباريات، وقد فاق عدد الطلبات المقدمة 1,300,000 طلب. هذا وسيتم استقبال الطلبات خلال هذه الفترة لغاية 31 من كانون 2 يناير من العام المقبل، وستطرح تذاكر لجميع المباريات باستثناء مبارتي الافتتاح والنهائي. الأهم بالنسبة لي كان الحصول على تذكرة قبل مجيء إلى هنا، ولكن الآن حصلت على بطاقة مشجع وأنا سعيد جدا. لقد كنت من المحظوظين جدا ومن بين الأوائل الذين تمكنوا من شراء تذاكر لحضور المباريات، وقد حصلت على تذاكر لحضور 4 مباريات في ملعب لوجنيكي. لا شك أن الاهتمام بحضور مباريات مونديال روسيا ازداد بعد إجراء القرعة النهائية، خصوصا من جانب الجماهير الروسية، حيث فاق عدد الطلبات للحصول على مقعد واحد 95 طلبا، في حين بلغت نسبة الطلبات المقدمة من خارج روسيا 34%، وهذا ما سيجعل الفيفا يستخدم من جديد نظام القرعة العشوائية لبيع تذاكر هذه الفترة. معين مظلومي، بي إن سبورتس، موسكو.